دورة ما كنت جوج أنت بنتي عندها عمين غادا مع خالتها وجداتي غادا مع خالتي وجداتي مشاو شافو بنت خالتي ومشاو بعد مع الخمسة وما راجعين مع الثمانية ما تعطلوا عليا جيت نعيط بالتليفون جيت تقول لي بنت خالتي خرجوا عندها مع الثمانية أجينا نشوفو الزقة لقيناهم مضروبين وما كاينش هذيك هو الباساج طاكسيز ما كيدخلوش حنا ساكنين في البيضة ما كيبغيوش يدخلوا لينا من تحت كاينين طاكسيات ديال البيضة بوحدهم ماشي هذيك طريقهم هذا هو الباساج راه عندي حتى الوالدة دير دياليز كتقطع من السكة لا بغات تمشي للمركز ديال دياليز وراه حتى هي دابا وليت خايفة عليها يا ربي 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 اللهم امين عندها عامين وعامين غتكملها في هاد الشهر جوج وعيب الله تكملها في شهر جوج بالنسبه لهاد الناس الله يرحمهم كانوا غادي يقطعوا الممر ديال التران ودخل فيهم التران الله يرحمهم ثلاثه الناس جوج العيالات ودريه صغيره والسبب هو ان ما كاينش واحد الممر ديال ما كاينش باساج الراجلي ما كاينش ما كاينش وداك ديك المنطقه السكه جات في واحد الفيراج يعني ان ولو بنادم يبغي يتاخذ الاحتياطات ديالو ويشوف باش يشوف الرؤيه صعيبه تماك كاين منعرج تماك شويه منعرج خطير تماك ما كيمكنش تكون الرؤيه سيرتو دابا في الليل حتى كيتفاجئوا الناس راه ثلاثه الناس سميتو كاين العساس ولكن العساس واحد الوقيته مع سته كيمشي بحال هكا وهاد العساس ما دار تا كانوا زعما لا فريكونس ديال لي زاكسيدون راه كثرات هنا وبالنسبه للساكنه راه كدير شكايه دايرين شكايه حديثه كانت واحد الوقفه احتجاج ديال السكان تماك لانه الناس كيعانيو تما وبالخصوص الدراري الصغار اللي هما كيقراو من الجهه الاخرى ديال الضفه الاخرى ديال السكه كيعانيو تماك باش كيقطعوا الدراري الصغار ديال خمس سنين ست سنين الابتدائي كيوقعوا تماك مشاكل بزاف كاين لو ريس وعيو الناس يديروا وقفات احتجاجيه على قبل هذا الشيء ولكن لا ما كايناش اذن صاغيه اللي تطمح باش ان تحقق المطالب ديالهم ما كايناش وهذا الحديث راه من ضمن جميع بزاف ديال الحوادث اللي وقعوا تما في هذيك السكه وعياده الساكنه ما الدوي ما كاينش اللي بغى يستجيب لهم ولا اللي يقوم بواحد الحل اللي هو وقائي للناس والدراري الصغار ما كاينش حل وقائي وكما قال الاخ بانه كاين واحد الفيراج يعني باش كيدور التران ما يمكنلكش انك واخا تاخذ الحيطه والحاطر ديالك ما كتحسش به حتى كيكلاكسون يعني التربيه ما بين عامين انت انا جاري ما بين سنتين ومراه كبيره وبنتها يعني المراه راه داخله في الثمانينات بحال هكاك وبنتها تكون الاربعينات بحال هكاك